السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي في مصر وفي كل دول العالم، وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة بإذن الله تعالى هقدم لكم درس إن شاء الله على آلة الكولة، درس مقام حجاز. حجاز الله تصوير حجاز الله من على كولة حسين. بإذن الله تعالى إن شاء الله هنعمل دروس بإذن الله، يعني كل يوم بعد يوم كده إن شاء الله فيديو بإذن الله تعالى. فيها طبعا في عزف للناي، في عزف للكولة، شرح لصنع الناي، شرح لصنع الكولة بإذن الله تعالى. يا رب تكون الرسالة وصلت وتكون التقسيمة نالت إعجابكم، ويكون الدرس إن شاء الله نال إعجابكم بإذن الله تعالى. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم صابر علي الشهير بصابر كولة. شكرا حبايبي.